بعيدة، كنترول ممتاز، استلمها زيركزي بطريقة عجيبة، لمسة فنية جميلة، سحب الكرة بسحبة جميلة ورا العرضية من جديد، الخطورة لا زالت حاضرة في الجول. قلت لكم الهدف الأول يقترب، الهدف الأول يقترب بقدم المدافع بوش. هنا طبعا بديل آخر إيبيشر، كومينجاز حتى أرسولي لوحده، هذه خلاص خلص أرسوليني، ريكاردو في المرمى بانفراد والأروع بهدف رابع في هذا الموسم. أرسوليني في كرة من دومينغيز وفرحة الأنصار هنا في الريناد دالنار.